النهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهر المعارك في تاريخ الحروب، والمعروفة باسم معركة ستالينجراد. المعركة استمرت لمدة 6 شهور تقريباً، وكانت سبب رئيسي في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، لأنهم اضطروا ساعتها لتغيير التكتيك العسكري عشان يقدروا يحتلوها. لكن الأول تعالوا نعرف الموضوع من البداية. في 21 أغسطس 1942 بدأ الهجوم بالسلاح الجوي للقوات النازية على مدينة ستالينجراد السوفيتية، واللي أصبحت فيما بعد تعرف باسم فولجوغراد. وخلال أيام قليلة تحولت المدينة إلى أنقاض بعد ما نجحت الطائرات في قصف جميع المباني والمنازل. وبعدها بدأت المدرعات وسلاح المشاة في دخول الأراضي السوفيتية زي ما بيعملوا كل مرة. لكن المشكلة إنهم فوجئوا بوجود مقاومة قوية من داخل المباني المحطمة، وإن الجيش السوفيتي رافض الاستسلام. قبل ما نكمل، ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو عشان يوصلك كل جديد. الحقيقة أن عدم استسلام الجيش ده أدى إلى تغيير جذري في التكتيك العسكري للقوات النازية، اللي كانت متعودة على قصف المدن بالكامل بشكل سريع، وبعدها تدخل قوات المشاة الأراضي في حالة استسلام كامل من جيش العدو. والتكتيك ده معروف باسم بليتز جريك، أو حرب الوميض، وده لأنه أسلوب معتمد في المقام الأول على السرعة والمباغتة، يعني يقصفوا المدينة بالصواريخ وسلاح الطيران في وقت قصير، بعدها تدخل المدفعية والدبابات عشان تحول باقي الأرض إلى ركام وأنقاض، فيجبروا الجيش ساعتها على الاستسلام لتقليل الخسائر. لكن الجيش السوفيتي بقيادة ستالين رفض الاستسلام، وبدأ يهاجم ويقاوم القوات النازية من داخل البيوت المتهدمة لآخر نفس، وده كان بيحصل من خلال جيش ضعيف جدا لا يزيد عدده عن 150,000 جندي. وبالرغم من كده إلا إن قوات الفيرماخت الألمانية اللي كان ترتيبها رقم 1 عالميا من حيث القوة والتسليح نجحت في احتلال المدينة في وقت قصير، ما عدا الضفة الغربية لنهر الفولجا، وده لأن الجيش السوفيتي انسحب وتمركزت قواته هناك كآخر محاولة للدفاع عن المدينة، لأنهم كانوا بيراهنوا على عدم قدرة القوات النازية على مقاومة العوامل المناخية في وقت الشتاء. وفي 19 نوفمبر 1942، ومع بداية دخول فصل الشتاء، بدأت القوات السوفيتية في تنفيذ مخططها في حصار الجيش النازي داخل مدينة ستالينجراد، والعملية العسكرية دي معروفة باسم عملية أورانوس، واستمرت لمدة 4 أيام فقط، وتحديدا من 19 نوفمبر لغاية 23 نوفمبر. لكن القوات السوفيتية كانت بتخطط لها من شهرين، وكانوا بيراهنوا على عدم قدرة الألمان لمواجهة الظروف المناخية في فصل الشتاء. وبالفعل توزيع قوات الفيرماخت كان سيء جدا، واستعدادهم لمجابهة البرودة كان شبه منعدم، وده لأنهم كانوا معتقدين إن المدينة هتسقط في إيديهم قبل دخول الشتاء. وخلال 4 أيام فقط قدر الجيش السوفيتي إنه يحاصر الجيش السادس الألماني، وقطاعات كاملة من جيش الدبابات الرابع الألماني انهارت في أقل من أسبوع، ووصل عدد أفراد الجيش النازي المحاصر عند نهر الدون لحوالي 290,000 جندي، بالإضافة إلى 100 دبابة و2000 قطعة مدفعية و11,000 سيارة نقل. وساعتها ارتبكت قوات دول المحور، وكانت بتحاول الهروب من الحصار ناحية الشمال بأي طريقة عشان ينجوا بأنفسهم من الوقوع في الأسر. لكن أدولف هتلر كان مصمم إنه يحافظ على مساحة الأرض اللي كسبها مهما تكلف الأمر، فأمر القوات بعدم الانسحاب وتحصين نفسهم في المخابئ لغاية ما الإمدادات الجوية توصل هناك عشان توفر لهم المؤن والذخائر والطعام. لكن المشكلة إن الجيش النازي كان محتاج لحوالي 680 طن من المؤن يوميا عشان يقدر يواصل احتلال المساحة اللي هو كسبها، وده معناه فتح جسر جوي من قوات اللوفتافا لتزويد الجنود بالمؤن يوميا. فبدأت قوات الجيش الأحمر في تكثيف جهودها لمنع الطيارات من التحليق فوق المدينة، ومع صعوبة تحليق قوات اللوفتافا فوق الأراضي الروسية
بدأت الجنود الألمانية تعاني من نقص الموارد بشكل بشع، وده لأن اللي كان بيوصل لهم أقل من ربع احتياجاتهم، فقرروا إنهم يتنازلوا عن حصونهم الدفاعية ويتجهوا إلى القرى والأجزاء الشمالية من المدينة بحثاً عن الطعام، وتحولت قوتهم من جيش تعداده يقدر بمئات الآلاف إلى مجموعات من أعداد قليلة لا تزيد عن 1000 جندي على أقصى تقدير. وده طبعاً اللي الجيش الروسي كان بيسعاله، وهو إنه يفرق الحشود النازية إلى مجموعات أصغر عشان تتحول المواجهة إلى حرب عصابات. وبالفعل انتهت عملية أورانوس بانتصار ساحق للقوات السوفيتية خلال 4 أيام فقط، وبدأ الجيش الألماني بقيادة الجنرال إيريش فون مينشنتاين يعاني من أزمة حقيقية في صفوفه عند نهر الدون. وهنا بدأ الجيش الأحمر يخطط للعملية الجديدة والمعروفة باسم عملية زحل، اللي استمرت من 12 ديسمبر لغاية 18 فبراير 1943. كان المخطط الأول هو حشد أكثر من 1,000,000 جندي سوفيتي حول محيط مدينة ستالينجراد للهجوم على قوات الألمان في منطقة القوقاز، لكن دفاع القوات الألمانية كان قوي جداً بقيادة الجنرال مانشتاين، وتغيرت الخطة وأصبحت أقل طموح وتحولت إلى استهداف الجيش الإيطالي فقط اللي كان بمثابة الجناح الأيسر لجيوش الدون، وبقى اسمها عملية زحل الصغير. وقتها خرجت 3 جيوش سوفيتية، جيش الحرس الأول والجيش الثالث والجيش السادس، عشان يهاجموا الجيش الثامن الإيطالي، وفي خلال ساعات كانوا هزموهم واستولوا على مدينة روستوف الروسية. وأصبح الجناح الأيسر من الجيش النازي بقيادة الجنرال مانشتاين عاري تماماً، فقرر إنه ينقل فيلق بنزار 48 المتمركز عند جبهة نهر تشير إلى الجناح الأيسر، وطلب موافقة أدولف هتلر على كسر الحصار تنفيذاً لعملية انسحاب تكتيكي معروفة باسم عاصفة الشتاء. لكن الزعيم النازي رفض طلبه بشكل قاطع وأمره بالدفاع عن الأرض مهما كانت الخسائر، وطبعا اضطر الجنرال مانشتاين انه يوافق على امر الزعيم، وتم الغاء عملية عاصفة الشتاء اللي كانت بتستهدف كسر الحصار. وهنا اتغيرت المعادلة تماما، واصبح الجيش الالماني محاصر بالكامل في مدينة ستالينجراد ولا يملك اي قدرة على المواجهة بعد انقطاع المؤن والذخائر والطعام عنه تماما، بعد ما خسرت قوات اللوفتافا أكثر من 488 طيارة إمدادات. ده غير أن فيلق الدبابات 24 السوفيتي بقيادة الجنرال فاسيلي ميخائيلوفيتش هاجم مطار تاتسينسكايا اللي بتطلع منه الطائرات المحملة بالمؤن، ونجح في تدميره بالكامل خلال ساعات. وبعد ما كان الجيش الألماني بيقاتل السوفييت، أصبح الجنود فجأة بيصارعوا الجوع وشدة البرودة، والجميع بدأوا يتقاتلوا على الخبز والملابس والأدوية، لدرجة إن الجنرالات النازية خفضوا حصصهم من الطعام بعد ما شافوا الجنود بتنهار قصاد عينيهم وأوزانهم بتتضاءل بشكل مرعب، وبدأت أعداد الوفيات تزيد بشكل رهيب بسبب الجوع والبرد. وبدأت الضباط تتوسل للجنرال فريدريك باولوس قائد الجيش السادس عشان يعصى أوامر هتلر بالبقاء في المدينة حفاظاً على مساحة الأرض اللي كسبها، وإنه يبدأ يخطط في كسر الحصار السوفيتي تنفيذاً لعملية انسحاب ممنهج. لكن الجنرال باولوس رفض ده تماماً، لأنه عارف كويس إن مصيره هيكون الإعدام طالما رفض أوامر الزعيم مهما كانت انتصاراته. ده غير إن عملية الانسحاب كانت ممكنة في الأسابيع الأولى، لكن أصبحت مستحيلة بعد ما الجيش النازي بقى منهك من الجوع والعطش، واكتفى الجنرال بخداع رجاله في إن التعزيزات والإمدادات في الطريق إليهم، لكن الحقيقة إنهم انعزلوا تماما لغاية ما نجح الحصار السوفيتي في استرداد المدينة بالكامل في 18 فبراير 1943، بعد ما بدأت الجنود الألمانية في الهروب سيرا على الأقدام ومواجهة صقيع وصل لأكثر من 30 درجة تحت الصفر، وتكفلت الظروف المناخية بتدمير الجيش النازي
لتسقط مدينة ستالينغراد من يد ألمانيا وتعود ليد الجيش الأحمر مرة تانية. وفي النهاية أحب أقولك إن معركة ستالينغراد هي إحدى أهم المعارك اللي شهدتها الحرب العالمية التانية، واجه فيها جيش الاتحاد السوفيتي لوحده جنود 5 دول كاملين: ألمانيا النازية ورومانيا وإيطاليا والمجر وكرواتيا، وخسرت دول المحور خلالها ما يقرب من 750 ألف جندي ما بين مفقود وقتيل، وحوالي 91 ألف أسير، بالإضافة إلى 1000 طيارة و2000 دبابة و6000 قطعة مدفعية. واستسلم الجنرال فريدريك باولوس في النهاية ضد رغبة هتلر، ووفقا للوثائق السوفيتية فتم إجبار الجنود المستسلمة على خوض ما يسمى مسيرة الموت، وهي إنهم يجبروا الأسرى على العودة إلى بلادهم سيرا على الأقدام في الصقيع. وللأسف اللي وصل منهم كان أقل من 5000 جندي فقط. وأمر أدولف هتلر وزير الدعاية الخاص به جوزيف جوبلز أنه يستخدم الهزيمة كدعاية لدخول حرب شاملة انتقاما من الاتحاد السوفيتي، ولكن طبعا الأمر كان شبه مستحيل، وده لأن معركة ستالينغراد كانت صدمة للجيش النازي بكل المقاييس، وخسارتها كانت بمثابة إعلان رسمي عن بداية هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. شاركنا في التعليقات وقلنا تعرف أحداث إيه تاني كانت بمثابة تمهيد لسقوط هتلر.